أخبار اليوم. ما رأيك حول الصناعة والصادرات المصرية حاليا؟ والله الصناعة للأسف الكواليتي اللي بيجيبوها المصريين من الصين تعبت الصناعة المصرية. يعني ندي لك مثال احتمال نخرج بره موضوع الصادرات الحصاد الزراعية، موضوع لمبات الليد. انا كنت ناوي نعمل مصنع ليد ونعمله في مصر بكواليتي عالية، وبعد ما خدت خطوة كبيرة جدا وزرت دول تصنع الليد بما فيهم الصين، ورحت فعلا الصين ولقيت الصين بتنتج بمستوى عالي جدا 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 وبتصدر لأمريكا وكندا وأوروبا وأنا كنت أنا ماشي على نفس الخطأ. وفوجئت بعد ما خلاص قربنا نشتغل ونعمل مصنع وعملنا دراسة جدوى وكل حاجة، فوجئت إن في كواليتي هابطة جدا وصلت مصر بأسعار رخيصة جدا، مكتوب على اللمبة 25,000 ساعة و30,000 ساعة، يعني معناها 5 سنين و6 سنين. كويس، مكتوب عليها كويس وبتتباع رخيصة جدا. ففوجئت ان اللمبة تيجي تشتريها تقعد معك شهر اسبوع شهرين وتتحرق، يبقى انا خسران كده، خليني في اللمبة الموفرة احسن بلد الليد. فللأسف موضوع تاني خالص، فين الهيئة العامة للرقابة على الواردات، بلاش الصادرات اللي داخل الواردات، من هذه الرقابة على المنتجات اللي تيجي بالصين؟ المصانع الجيدة في الصين اول ما تروح لها تقول ناخد المصنع ما يرضاش يديلك، تقول له ليه، انا عايز جودة، يقول لك مش هتعرف تبيعها. طب وانت مالك انت، انا ناخد ونبيع، يقول لي لا ده اسمي، وفي نفس الوقت مش عايزك تاخد صفقة وتمشي وتخسر وتمشي وما تجيش تاني، انا عايز اللي ياخد مني يستمر، فانا مش هديلك. فاصبح ان الواردات اللي تدخل مصر هابطة جدا. ما انا مش انا فين الرقابة من هذا الموضوع؟ طبعا بالمناسبة الرقابة ورايا، يعني في الجار، في الحيطة في الجار، لكن انا ما بنلومش الهيئة العامة الرقابة على الواردات فقط، ولكن اللوم وزارة الصناعة. فين المعامل الممكن تعمل اختبارات لهذا المنتج؟ يعني حتى بتاع الواردات غصب عنه. يعني أنا زرت مصنع في الصين، مصنع واحد في الصين بتاع لمبات ليد، لقيت عنده أكثر من 15 غرفة يجري فيها التجارب على اللمبة، 15 غرفة على 15 مرحلة في مصنع واحد. تخيل ان انا جيت مصر وسألت في كله كده، ما لقيتش في مصر كلها تتربع غرف او خطوات. يعني هو هناك بيمشي تقريبا مش اقل من 10 خطوات على اللمبة، 10. هنا ما لقيتش اجهزة اكتر من 2 و3. طب وبعدين ده انت هو بيعمل على 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 تيست على الكعب بتاع اللمبة وعلى الليد بتاع اللمبة وعلى الترانس بتاع اللمبة والبلاستيكية بتاعت اللمبة، وكل واحدة دي عليها 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 اختبارات، كلها كل واحدة 3-4 اختبارات. هنا مفيش، او مفيش اجهزة. طيب هتقول لي طب وليه ما تجيبش الحكومة؟ طب ما تجيب الحكومة اجهزة تاخدها من دعم الصادرات، تعمل للواردات عشان احنا نصنع. اول ما يحكم الواردات وتيجي واردات صح هتطلع اغلى من منتجنا، لان زي ما قلت لك انا نيجي لو كنت انتجت الليمض الليد هنا كنت ننتجها ارخص من الصين اللي جودتها عاليه. يبقى اللي يجي جودته عاليه مش هينافسني، لكن لما يجيب جوده واطيه اكيد بينافسني ويطلعني من السوق. واكبر دليل ان ما وقفت، وانا كنت حتى المصنع ده كنت عايز نهديه الأهل سينا في منطقة صناعية في بير العبد، وكنت عايز نسمي بير العبد صراحة مدينة النور الصناعي، وكنت نشجع كل الناس اللي بتصنع لمبات ليد وكشافات ليد وكل حاجة ليد يبقى هناك في بير العبد، عشان فيها منطقة صناعية ما فيهاش لحد دلوقتي ورشة عملت. فخلاص ما تقدرش، اللي انت لقيت ان انت بيبيعوا لك اللمبة نص السعر اللي بتكلفك، يبقى ده بينطبق على ده نوع معين. وقيس على هذا المقاييس كل حاجة،
قيس على الملابس اللي بتيجي من الصين، قيس على مؤاخذة الأحذية، ده احنا كنا بلد مصدرة للأحذية. الجزمة لمؤاخذة المصري كانت بتباع بكذا بالدولارات وبالاسترليني واليورو. النهاردة فين؟ انا اتحدى كلنا اللي احنا لابسين اللي احنا قاعدين كده كلها جزم صيني وغيره وغيره. ادخل اي محل اتحدى تلاقي 10% منه مصري. طب يعمل ايه المصري اللي انت جيب له؟ وفي مشكلة تانية، ان في بعض الناس بيجيبوا الكواليتي الواطية دي وبيبيعوها بسعر عالي. يعني انت لما تدخل بتاع ده هو مركز تجارة التسويق، بلاش ذكر اسماء، اللي هي الشوبينج سنتر يعني، وتدخل تلاقي الجزم الصيني بتتباع في محل شيك وعشان بيدفع ايجارات عالية بيبيعها بسعر عالي جدا. تيجي تلبسها وخاصة بتاعت الاطفال والحريم وبتاع، بتقعدش شهر وتغلى، وهو مضطر ان هو يحط عليها غالي اللي هو بيدفع ايجار غالي. هو الناس قالوا لي ما حطناش 5 أضعاف ما جنب بيع. والناس عندنا ما عندها الثقافة، ما عندهاش توعية، مفكر ان هو بيشتريها من محل اسم او من شوبينج سنتر كبير تبقى كواليتي عالية. لكن هي اللي بتتباع في المسكي وتتباع في الحتة الشعبية، هي من الصين ودي الصيني، بس دي متزوقة وتلبس. زي ما دايما هم بيسألوني احنا استادات يعني ازاي تخلي الصادق، قلت له تلبس البوصة تخليها عروسة بالضبط كده.